جاءت امرأة إلى نبي الله داود وقالت يا نبي الله أربك ظالم أم عادل؟ قال لها اتق الله يا امرأة كيف تقولين هذا فالله هو العدل الذي لا يظلم أحد. قالت يا نبي الله ولكن ربك ظلمني. قال لها قصي علي ماذا حدث لكي أعلم. قالت له يا نبي الله إني امرأة أرملة وأرعى أيتام، أولادي أيتام وأنا أنسج النسيج وأضعه في الخرق وأخذه إلى الأسواق فأبيعه. قال لها حسنا فأين الظلم؟ قالت له يا نبي الله وفي يوم من الأيام خرجت ونسجت نسيجا ووضعته في خرقة حمراء وذهبت به إلى السوق وجلست في السوق ووضعته أمامي فنزل طائر من الهواء فأخذ الخرقة من أمامي وهرب الطائر، فمن أين أطعم أولادي ومن يتولاهم؟ فلم أجد مالا أطعم به أولادي. أربك ظالم أم عادل يا نبي الله؟ حتى انتهت المرأة من الكلام فإذا بالباب يطرق، فإذا بنبي الله داود يفتح الباب، فإذا بتجار كل تاجر منهم معه 100 دينار. قالوا يا نبي الله خذ هذا المال لمن يستحق. فإذا بنبي الله داود يقول أعلم من يستحق هذا المال، ولكن ما الذي دفعكم على ذلك وما الذي دفعكم على التصدق به؟ قالوا له يا نبي الله كنا في رحلة في سفينة في البحر فخرقت السفينة فدعونا الله لئن أنجانا بأي شيء لكل منا يتصدق 100 دينار، فوجدنا طائرا نزل علينا من الهواء ومعه خرقة حمراء ووجدنا فيها نسيج فسددنا الخرق في السفينة. فإذا بنبي الله داود يقول اتق الله يا امرأة رب يتاجر لك في البر والبحر تقولين عليه ظالم. توحد الله. الله أكبر. الله أكبر.